رواه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث يقرر ما يعرف عند الفقهاء بالأصناف الربوية. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأصناف الستة. المسألة، هذه الحكم الذي سأذكره لكم ليس محصورا على هذه الأصناف. هذه الأصناف ورد فيها النص، والعلماء قاسوا عليها ما فيه ما رأوه مشاركا في العلة لهذه الأصناف التي ذكرت. اختلفوا في العلة ما هي، هذا كله سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه. الذهب بالذهب، لا يجوز إلا إذا كان مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. معناه أنا عندي عقد ذهب، فذهبت به إلى بائع الذهب، بائع المجوهرات، وأردت أن أبدله بعقد آخر خير منه مثلا، هذا قدام وصار لا يعجب أهلي، فأردت أن أشتري غيره أحسن منه. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا بد أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. ما معنى هذا؟ يعني لا يجوز أن أعطيه عقدا فيعطيني خيرا منه وإن زدته المال، لا يجوز. لا يجوز أن يعطيني مثله وأقول له: سآتيك بعقدي، سأذهب إلى البيت لأحضره لك، لا يجوز. لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا بيد. هذه يدا بيد هو ما ورد في الحديث الآخر: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هاك تنقولوا احنا في المغرب، هاك وراء، هاك أرى، وإلا فهو ربا. الفضة بالفضة مثل هذا، مثلا بمثل، يدا بيد. البر بالبر، هذا يبيع القمح، البر القمح، هذا يبيع قمح وهذا يبيع قمحا، لكن هذا عنده المزوزي وهذا عنده نوع آخر، فيأتي هذا البائع في رحبة القمح، فيقول لجاره: أنا أعطيك 10 قناطير من هذا النوع وأنت تعطيني بدلها 8 قناطير من هذا النوع. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز. 10 × 8 ماذا فيها؟ فيها مفاضلة. هذه الأمور لا تجوز فيها التفاضل، إذا وقع فيها التفاضل هو هذا الذي يسميه الفقهاء ربا الفضل، وقع فيه ربا الفضل. طيب، لا لا لا, لا سأعطيه 10 × 10، لكن أقول له: أعطيها لك في آخر الشهر، لا يجوز، فيسمى ربا نسيئة. النسيئة هو التأخير، ما ننسخ من آية أو ننسأها على قراءة، أو ننسأها أي نؤخرها، ينسأ له في أجله أي يؤخر. البر بالبر والتمر بالتمر، أنا عندي رطب، عندي التمر، هذا التمر، ولكن أحب الرطب، والرطب أغلى منه ثمنا، فأقول له: طيب كم كيلو الرطب؟ كم؟ يقول لي مثلا 50 درهم. أقول له: أنا عندي التمر الذي هو كيلو منه ب25 درهم، فأعطيك كيلوين من هذا التمر وتعطيني كيلو من الرطب. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز. 2 × 1، التمر بالتمر، مثلا بمثل. تقول لي: طيب أعطيني كيلوين من التمر وأعطيك كيلوين من الرطب، ولكن ماشي الآن، بعد شهر. لا يجوز، يدا بيد. واضح الكلام؟ فهذه الأصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير نفس الشيء، والتمر بالتمر نفس الشيء، والملح بالملح. أنا غادي أعطيك كيلو من الملح الحية، أنت تعطيني 10 من الملح، لا يجوز. لماذا؟ يقول لك: فيه ربا الفضل، يعني مفاضلة، كيلو ب10، ربا الفضل. أنتم الآن أكثر الناس يفهم الربا هو أنه أعطيك واحد ترد لي 10، لا، عندنا نوعان من الربا: ربا الفضل هذا الذي سمعتم 1/3، وربا النسيئة 1/1، ولكن بعد مدة. كل هذا لا يجوز في هذه الأصناف الستة التي نص عليها الحديث،
وما ألحقه العلماء بها مما سيأتي بسطه في موضعه إن شاء الله. واضح هذا الكلام؟ طيب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. أنا صاحب بستان فيه نخل، عندي تمر، لما جددت التمر عندي طن من التمر، لكننا ما أحتاج شعيرا، أحتاج قمحا لأكله في سنتي هذه. فأذهب إلى بائع، إلى الفلاح جاري، أقول له: شوف أنت، سأخذ منك 100 كيلو من القمح وأعطيك 10 كيلو من التمر. مفضلة هذه أليس مفضلة؟ 10 مقابل 100، تفاضل. طيب، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ اختلفت الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. أقول له: شوف، أنا سأعطيك 10 كيلو من الشعير وأنت تعطيني 1 كيلو من الملح، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ اختلفت هذه الأصناف. لكن أقول له: شوف، أعطيني أنت 10 كيلو من الشعير، أنا سأعطيك 1 كيلو من الملح، لكن ليس الآن، أنا في الرباط، الملح عندي في أصيلة، تعرفوا أصيلة فيها بلاصة الملحة، أنا نمشي نجيبه من أصيلة ونجيبه لك. يجوز أم لا يجوز؟ ويليش التضييق، أنتم تتزيروا علينا، نمشي غير أصيلة ونجي دغيا. لا يجوز، لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إحنا ما تنزيروا على أحد، إلا هو امتسع، إلا خلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم امتسع، راه امتسع، خلانا مزير ما عندنا نشرقوه، هذا الشيء اللي الله يدا بيد. واضح الكلام؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا فهمنا هذا نأتي إلى كلام